عتادكم يا عرب، والله لو أعطيتم أهل غزة 1% من أسلحتكم لتحررت فلسطين. أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم وضلوا في مواقعكم. أخبروني متى تغضبون؟ إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت، إذا ديست كرامتنا قد ديست، إذا قتلت معالمنا قد قتلت، إذا هدمت مساجدنا فلقد هدمت. أيها الأبطال في غزة، احتفظوا بأحذيتكم، فإن متاحف العالم ستطالب بها يوما من الأيام. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدة. افتحوا لهذه الشعوب الحدود، افتحوا لها كي تصلي صلاة الفتح وصلاة النصر وصلاة التبات والتمكين في ساحات بيت المقدس. أيها الجيل، موعدنا بإذن الله ساحات النضال، موعدنا بإذن الله أن تلتحم سيوفنا وبنادقنا في ساحات المسجد الأقصى. سنصلي في المسجد الأقصى فاتحين، سنصلي صلاة الفتح، نقسم بالله يقينا على الله، رغم أنوف حكامنا، رغم أنوف الذين خانوا، رغم أنوف الذين طبعوا، رغم أنوف الذين استسلموا، نقسم بالله أننا سنصلي رافعين رؤوسنا في المسجد الأقصى. 22 دولة بقوتها، بعتادها، بجيوشها التي لا يعرفون أولها من آخرها، لم تستطع أن تضرب تل أبيب، لكن غزة المحاصرة قد فعلتها. لله درهم من رجال. قف اليوم لغزة وحي من فيها، قف اليوم للقدس وحي من فيها، إن رجال الله تحميها. والله وبالله وتالله، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا. سيأتي اليوم الذي تدفنون فيه رؤوسكم في التراب كالنعامات، ونحن نرفع رؤوسنا كالأسود. سيأتي يوم، يا من خنتم، يا من طبعتم، يا من أكلتم الحرام على دماء أهل غزة، يا من أكلتم الخبز وأخذتم المال مغموس بدماء الأطفال والأبرياء في غزة، اعلموا أننا سنجاهد يوما، وستروننا على أطلال فلسطين وعلى أطلال غزة مجاهدين بإذن الله. وأقول لكم، سيبقى الفلسطيني مدني وإن حمل السلاح، سيبقى الفلسطيني مدني وإن حمل السلاح، وسيبقى الإسرائيلي مستعمر ومغتصب وإن كان يستجم على شاطئ. والله أننا سنأتي إليك نشد الرحال، ويعلو الأذان أذان بلال. أننا يوما سنأتي إليك نشد الرحال، ويعلو الأذان أذان بلال. إليك نشد الرحال، ويعلو الأذان أذان بلال. سنأتي ببأس لأهل الخنا، ونشفي الصدور بوأد الضلال، ونشفي الصدور بوأد الضلال.